في هذه الأثناء ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية دكتور صقر جبالي. دكتور صقر أهلا بك معنا في إطار هذه التغطية. أبتدأ وإياك في مناقشة الخلافات المحتدمة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية بما صدر عن وسائل إعلام إسرائيلية بأن جالانت بالأمس قد حاول اقتحام مكتب نتنياهو وهدد ب جلب لواء جولاني للسيطرة على الوضع. بمتابعة هذا الانقسام والتفكك داخل الأحزاب الإسرائيلية وبين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، ما مآلات ذلك من وجهة نظرك دكتور صقر على سير هذه الحرب التي تستمر لليوم 107 على التوالي دون رؤية واضحة ودون أفق زمني ينهي هذه الحرب؟ باعتقادي، أول شيء مساء الخير لكم للمستمعين الكرام. أهلا وسهلا. بما يتعلق بالخلافات بين جالانت وبين نتنياهو، هناك تنافس شخصي حتى على زعامة الليكود فيما بعد الحرب الحالية، وبالتالي أيضا جالانت يعني يسعى لكي يكون يعني يمكن المرشح لحزب الليكود ومنافس لنتنياهو، وهذا ما لا يريد نتنياهو على الصعيد أيضا الحزبي. في المقابل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تبحث بشكل واضح وصريح عن بديل لنتنياهو، وقد ترى في جالانت يعني أحد البدائل المتاحين. نعم. إلى جانب ساعر أيضا كشخصيات في حزب الليكود، ولو إنها أيضا هي تحبذ أن يكون هناك معسكر جانس هو الأفضل لإدارة الحكم في إسرائيل، خاصة بعد الحرب، خاصة أن استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي تفيد أن يعني تفوق جانس وحزبه بشكل أفضل بكثير، تعطيهم يعني يمكن فوق 80 مقعد أو حوالي 70 مقعد أكثر من حزب نتنياهو. نتنياهو يصر كما من اليوم الأول الذي صعد فيه إلى الحكم في إسرائيل منذ 96 وحتى الآن، وقال بشكل صريح وواضح جدا أنه لا دولة فلسطينية في فلسطين، وبالتالي هو يعتمد بالأساس على اليمين واليمين المتطرف، في حين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله حتى في الاتحاد الأوروبي يعني بدأ يظهر بشكل واضح وصريح أن هذا الوضع قد يؤثر على المصالح الأمريكية وعلى المصالح الأوروبية وعلى الغربية بشكل خاص في هذه المنطقة، بحيث أنه يعني التصريحات في المقابل سموتريتش وبن غفير والذي يعتمد نتنياهو في الحكم في هذه الحكومة على يعني على مقاعدهم، إذ أن هناك 64 مقعد في الكنيست يستند إليها نتنياهو في حكومته المتطرفة التي يريد من خلالها أن يستمر في الحرب، واستمرارها في الحرب يعني بقاء نتنياهو في السلطة، ولذلك هو يسعى دوما نتنياهو من خلال يعني هو يعيش على الخلافات داخل الكابينيت بشكل خاص واستمراريته في تغذية حتى هذه الخلافات. إذا لاحظنا في الفترة الأخيرة عندما اتصل فيه بايدن وقبل اتصاله الأخير مع نتنياهو، يعني قد وبخ نتنياهو بشكل شخصي وقطع الاتصال به، لكن حاجة بايدن إلى نتنياهو في الوقت الحالي خاصة أنه الانتخابات الأمريكية على الأبواب ونتائج الانتخابات والاستطلاعات تشير بشكل واضح وصريح إلى أنه تقريبا يعني جيل الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية هو يرفض التصويت إلى بايدن بشكل خاص وإلى الحزب الديمقراطي أيضا بشكل عام، نظرا لمشاركة نتنياهو مشاركة بايدن للحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب الإبادة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، فضلا على أنه يعني شخصية نتنياهو المتعاجرة فيه يعني ليس فقط أيضا على الفلسطينيين وإنما أيضا حتى على الإسرائيليين. رأينا أيضا الشارع الإسرائيلي الذي يطالب دوما، وهذا الشارع أيضا يتصاعد في مطالبة وقف الحرب وإجراء مبادلة كاملة للأسرى الإسرائيليين مع السجناء الفلسطينيين، رفضه نتنياهو بشكل واضح وصريح، ويفضل بالعكس
يعني موت هؤلاء على انه يعني على ان تقف هذه الحرب وبالتالي يتوقف مستقبله السياسي. ورأينا احد الجنود احد امهات الجنود القتلى تتهم نتنياهو وتتهم الجيش الاسرائيلي كيف يعني قتل ابنها بعد عملية تشريح جرت داخل يعني احد المستشفيات الاسرائيلية، وتتهم حتى الجيش بشكل واضح وصريح بقتل ابنهم يعني. وهذا بدل على انه نتنياهو ايضا يعني حريص كل الحرص على بقاء في السلطة حتى ولو كان الثمن 136 تابوت سيرجع هؤلاء يعني قتلى إلى ذويهم من الإسرائيليين. لكن دكتور صقر، بالعودة إلى هذه الخلافات داخل المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي، أليس من مصلحة نتنياهو في هذه المرحلة أن يستبعد هذه الخلافات ويجعلها غير موجودة أساسا ضمن مصلحته لإطالة أمد هذه الحرب؟ يعني وإن كان حريص نتنياهو ومن مصلحته يعني بمعنى وأد هذه الخلافات، إلا أنه البيئة داخل المجتمع الإسرائيلي والبيئة الدولية هي بالعكس هي تريد يعني بمعنى الخلاص من نتنياهو وإقصاء نتنياهو وإبعاده عن السلطة، لأنه الآن المصالح الأمريكية والمصالح الغربية بدأت تتهدد. الآن ننظر إلى باب المندب كيف الحوثيين يعني فعلا يعني قد أثرت على التجارة الدولية كل يوم تقريبا يعني 10 مليار دولار تخسره الدول الغربية وشركات الشركات النفط العالمية، وعلى رأسها أيضا أخيرا وجدنا شركة شل البريطانية تعلن عن وقف تجارتها النفطية من خلال باب المندب وتحويل ذلك حول الرجاء الصالح. وبالتالي يعني البيئة الإسرائيلية من خلال أسر المعتقلين الذين بدأوا يتظاهروا بالشارع الإسرائيلي ويطالبون بشكل واضح وصريح على ضرورة وقف الحرب، إنهاء ملف المعتقلين الإسرائيليين بالمبادلة الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل، وهذا ما لا يرضاه نتنياهو، بالعكس يعني سينهي نتنياهو وبالتالي تبدأ محاكمة نتنياهو، وبالتالي البيئة الإقليمية البيئة المحلية الإسرائيلية هي عكس ما يرتئيه نتنياهو. إضافة زي ما قلنا أيضا يعني تغيير رأي العام العالمي، وإن بدأ بالشعوب الآن يعني ينعكس ذلك على الحكومات، ورأينا أخيرا كيف جرى التصويت داخل البرلمان الأوروبي، حوالي 550 نائب داخل البرلمان الأوروبي يطالبون بوقف الحرب ضد غزة، وبالتالي هذا ما لا يريده نتنياهو ولا الإدارة الأمريكية. هذا فضلا زي ما سبق وذكرت أيضا تغير الرأي العام أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة من جيل الشباب، وهذا أيضا هناك تخوف لدى قادة إسرائيل وقادة الرأي العام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية من إن تغير هذا الرأي العام لدى الشباب الأمريكي مستحيل أن يستمر الدعم اللامحدود لإسرائيل حتى في حربها الإبادية ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا الدعم من الممكن أن يتوقف. ورأينا أيضا كيف حتى يعني أعضاء مشهورين في الكونغرس زي ساندر في عضو المجلس الشيوخ الأمريكي كيف تقدم بقرار بمشروع قرار للتصويت عليه من أجل يعني وقف الدعم الأمريكي لحكومة بايدن في إبادتها في يعني مشاركتها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني لحكومة نتنياهو. نعم. أيضا ختاما دكتور صقر، يعني نسألك فيما أشير قبل قليل حول موافقة إسرائيل على تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، هناك حديث عن موافقة تامة من المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي الكابينت على ذلك بشرط اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة وسيتم تحويلها عن طريق النرويج. كيف نفهم هذا التطور اليوم في ظل رفض السلطة الفلسطينية استلام هذه الأموال منقوصة وحرمان أهالي قطاع غزة منها؟ يعني هناك ثلاث أمور رئيسية في هذا الموضوع يمكن الإشارة إليها. الأمر الأول يعني الضغط الأمريكي والأوروبي على الحكومة الإسرائيلية، لأنه ليس لمصلحة الغرب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أن تنفجر ساحة الضفة الغربية على الوضع الحالي، وبالتالي هذا ليس لصالح إسرائيل مستقبلا ولا في الوقت الحالي.
وبالتالي من هذا الباب يعني من مصلحة الحكومة الإسرائيلية أن تفرج عن الأصل كافة الأموال، ولكن أن تقبل السلطة الفلسطينية باقتطاع جزء من هذه الأموال والأصل أن لا يحدث ذلك، وأن لا تقبل السلطة الفلسطينية بهذا الأمر، لأنه معنى ذلك يعني نجد حتى هناك أصوات في الكابينات على رأس وزير المالية الإسرائيلية سموتريش قال بشكل واضح يعني يجب تحويل هذه الأموال من أجل يعني تمويل حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، هكذا ينظر صانع القرار وزير المالية جزء في الحكومة الإسرائيلية، وطبعا إخضاع ذلك للتصويت قد يكون هو السبب اللي يمكن دفع جزء أو الغالبية العظمى من من مجلس الحرب للتصويت إلى جانب هذا التحويل، لأنه زي ما قلنا ليس لمصلحة إسرائيل أن تنفجر ساحة الضفة الغربية إضافة يعني أكثر مما هي في الوقت الحالي.